مرحبا، انا اسمي احمد الخياط، عمري 27 سنه. بلشت لعبه الرقبي بصراحه طريق الفيسبوك، شفت بيج الصفحه بيج اللعبه وبعثت لهم اني بدي اشترك معكم وبلشت معهم تمرين. شو اللي بخليني اضل مع سيتادل؟ اول شيء الاجواء جدا رائعه، يعني بغض النظر عم تلعب رقبي، عم تتعلم من الشباب اشياء جديده، عم تتعلم معاني جديده لحياتك بشكل عام، وغير هيك بعد الرقبي الشباب نفسهم رائعين والحياه معهم جدا رائعه، وبنصح الكل يشارك معهم.